نحتاج إلى أحزاب قوية. دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات تحتاج إلى أحزاب قوية. نحتاج إلى مجتمع مدني قوي. صحيح الأحزاب جزء من المجتمع المدني، ولكن أقصد الجمعيات الفاعلة. وهنا اسمحوا لي أن أتوجه لتحية خاصة لنصف هذه القاعة، يوم النساء الحاضرات معنا. يوم النساء اليوم من الناحية العددية المرأة المغربية يعني تتقدم من حيث الأعداد، ولكن نتمنى أن مشاركة النساء المغربيات تتحول إلى مشاركة أكثر قوة. اليوم حضور النساء في الجامعات طبعاً ما نقارنوش بالسابق، كنا كنتكلموا على 0.52% إلى حدود سنة 2003. اليوم نسبة النساء في الجامعات الترابية عموماً نسبة متقدمة، كنتكلموا على أكثر من 22%. نسبة النساء في البرلمان، وبالمناسبة عندنا اليوم برلمانيات هنا في يعني من هذه الجهة. إلى عهد قريب كان الأمر صعب، برلمانيات منتخبات محلية يعني في لوائح محلية وليس فقط في اللوائح الوطنية. عندنا برلمانيات، عندنا نساء في مختلف المواقع، عندنا نساء في الحكومة، ولكن نحتاج إلى مزيد من تشجيع حضور المرأة في المشهد السياسي، لأن النساء لديهن قدرة كبيرة مجال يعني في حضور المجتمع. واليوم احنا في جهة من أهم مميزاتها الثقافية، جهة الصحراء عموما المغربية، من أهم مميزاتها الثقافية هو حضور النساء الوازن. حضور النساء الوازن اجتماعيا ثقافيا، وطبعا هذا الحضور الوازن اجتماعيا لابد أن يواكب على المستوى السياسي، لأن السياسة ستكون معبرة عن الواقع وليس العكس. فإذا المجتمع المدني القوي للنساء حضرت فيه، ولكن نريد حضور أقوى. المجتمع محتاج كما قلت أحزاب قوية، مجتمع مدني قوي لكي تتحول هذه المؤسسات إلى صمام أمان يدافع عن ثوابت الوطن، يدافع عن مقومات الوطن بكل قناعة وبكل ثقة، بكل قناعة وبكل ثقة. لأن اليوم واسمحوا لي أن أقول أننا بدأنا أو أصبحت تروج بعض الأحيان ثقافة التيئيس، ثقافة التبخيس، ثقافة يعني التحطيم، أنه كل شيء يبغي يبان على أنه كأنه لم يوجد شيء. ثقافة التيئيس والتبخيس هي ثقافة لا تنتج تنمية ولا تنتج ديمقراطية. باش نتفاهموا على هذه المسألة مزيان. الانتقاد نعم، الملاحظات نعم، احنا ماشي مجتمع محمد وماشي كذلك حزب محمد، ملاحظات وانتقادات هذا طبيعي جدا، ولكن اقبح شيء هو ان نبني لدى المغربي ولدى المغربيه احساس بالاحباط، الاحباط السياسي، الاحباط العام، لان هذا النفس، لان هذا النفس هو ما يمكنش يكون مع تنميه ومع بناء مجتمع ديمقراطي ومجتمع كمالي. فاليوم للأسف أحياناً بعض المناظر، بعض المقولات تروج لهذا الأمر دون الانتباه إلى خطورته على المجتمع وخاصة على الشباب، لأنه كما قلت يمكن تكون عندنا ملاحظات، يمكن تكون عندنا آراء مختلفة لا شيء يمنع، ولكن حذاري ثم حذاري أن نهزم الثقة بيننا. هذه الثقة بين المواطن والمؤسسات، هذه الثقة بين المواطن والمنجزات التي تكون آثارها سلبية وسلبية ومرتدة في الزمان وفي المكان، والعلاج ديال الآثار ديالها أحيانا لا يكون عبر سنوات ولكن يحتاج إلى عقول وعقول. إذا فنحتاج جميعا اليوم ونحن في محطة سياسية امتياز وفي محطة لبلادنا اليوم الحمد لله فتح أوراش كبيرة، هذه الأوراش مشهود لها بها على المستوى الدولي وفي تقارير دولية شهادة ويعني وتقدير وتثمين لهذه المجهودات التي تبذل، فلا يعقل ان هذه المجهودات التي تثمن على المستوى الدولي ان تكون بعيدة عن التثمين المحلي. طبعا يمكن كما قلت قلنا ملاحظات، ولكن بثقة وثقة في المستقبل وثقة في العمل الذي نقوم به، لان اليوم الثقة على رأس مال، الثقة رأس مال لا يباع ولا يشترى، ولكن يصنع بالمصداقية، يصنع بالأعمال الجادة، يصنع باعتبار المصلحة العامة فوق كل اعتبار، يعني تقدير المصلحة العامة.
لهذا فأكيد أن المخ السياسي اليوم في وطننا العزيز في مرحلة نحتاج إلى إعادة ثقة المواطن بالعمل السياسي. نعم هذا في تفاوت ماشي يعني إقرار وملاحظة نهائية، ولكن إعادة ثقة المواطن ومصالحته تحتاج إلى مجهودات كبيرة، تحتاج إلى بناء. نريد أن نصل في المستقبل إلى انتخابات لكي تعطينا نسبة النساء في البرلمان دون حاجة إلى قوة، يعني بشكل تلقائي. نريد أن نصل إلى انتخابات لنسبة المشاركة فيها مرتفعة ومرتفعة جدا. نريد أن نصل في المستقبل إلى الاستحقاقات الانتخابية للمواطن يحس أن صوته محفوظ وصوته مضمون وصوته يعني سيعبر عنه وستحمى نتائج هذه الصناديق. إذا فاليوم لا شك أننا يعني في هذه المراحل السياسية لا يمكن النفس العام لا يمكن إلا أن يبنى على الثقة وعلى بناء ثقة بين المواطن وبين المنتخبين، المواطن وبين المؤسسات، لأن هذا هو العنصر الرئيسي الذي يمكن أن ننطلق منه للبناء. اليوم هذه الأقاليم الجنوبية العزيزة حظيت ببرنامج تنموي كبير. هذا البرنامج التنموي الذي تم توقيعه عقد عقوده عقود برنامجه أمام جلالة الملك حفظه الله. هذا البرنامج الكبير الطموح الذي قدر له قريبا 78 مليار درهم. هذا البرنامج اليوم نعم خطة لإرادة ملكية سامية، وتزامن الإعلان عنه مع الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. اليوم هذا البرنامج هناك إرادة سياسية كبيرة للتفعيل، وهذه الإرادة ليست فقط مجرد نوايا ولكنها مترجمة لبرامج عمل، قطاعات حكومية منخرطة بالقوة لإنجاز هذه البرامج في الجهات الثلاث، اجتماعات مكثفة تنجز على أعلى مستوى من أجل ضمان التنزيل الأمثل لهذه البرامج. أعطي مثال مثلا في قطاع التعليم العالي الذي كنت مسؤولة فيه اليوم، أن هذا القطاع استطعنا أن ننجز في إطار هذا البرنامج، وبطلب من برلماني الجهة استطعنا أن ننجز وفي ظرف قياسي، ومجموعة المنتخبين حضرت معنا وعلى رأسهم السيد رئيس الجهة اللي كانت كذلك مدعية لهذا المشروع. مدعية لهذا المشروع اليوم أصبحت جهة الداخلة تتوفر على مدرسة وطنية للتجارة والتسيير، مدرسة تحسب إطار تعليم عالي يعني في عنده ذات يعني الدخول إليه يكون بنقط وبانتقائية. اليوم كذلك هناك مشاريع أخرى في إطار دائما التعليم العالي ويستهدف الدراسة العليا للتكنولوجيا. هذه المشاريع خاصة الدراسة الوطنية للتجارة والتسيير طبقت مشروع النموذج التنموي وأنجزت في وقتها. اليوم هذه البرامج المسطرة مثل ما قلت هناك الإرادة السياسية، قانون المالية الجديد وضع يعني كل التدابير المالية لأجل إنجاحها، واليوم كذلك الجهات والجماعات الترابية، جهة وجماعات ترابية منخرطة في إنجاح هذا المشروع الكبير. طبعا بلدنا اليوم يسير، أو احنا اليوم في بعد الدستور 2011 مع الجهوية المتقدمة اللي هي تعتبر إنجاز كبير، لأن الجهوية المتقدمة واليوم هناك اشتغال حديث على ميثاق اللا تمركز لمزيد من تفعيل مقتضيات الجهوية ومزيد من تفعيل اختصاصات سواء من الذاتية أو المدخولة للجهات. هذا ورش كبير يحتاج كذلك إلى انخراط قوي لإنجاحه. ففي هذه الحكومة تبذل مجهود كبير من أجل إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وفي حكومة الأستاذ عبد الكريم بُنيت كذلك مساعي كبيرة من أجل إخراج القوانين التنظيمية في وقتها، في وقتها المحدد. كما تعرفوا أن الدستور كان أعطى فترة ولاية واحدة من أجل إصدار هذه كل القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، دستور 2011. حكومة الأستاذ عبد الكريم أعلنت وصارت في مجموعة من المشاريع الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها صندوق التماسك الاجتماعي اللي فيه استفادة الأراضي. وكتعرفوا أن الموضوع ديال الأراضي هذا موضوع مهم ومهم جدا، وأنا دائما كنعتبر موضوع ديال النساء اللي كيعيشوا
في وضعية هشة من مسؤوليتنا ومسؤولية الحكومة البحث، واليوم كذلك بشراكة مع الجهات، البحث عن حلول ناجعة لهذه الفئات، لأن الفقر لكي يضطر النساء، اسمحوا لي الإخوة الحاضرين معنا، الفقر لكي يكون هشاشة لكي تضطر النساء كتنتج الفقر في المجتمع، فيتحول الفقر إلى مولود جيل عبر جيل، لأن السيدة اللي كتكون أرملة أو لا كتكون مطلقة متخلى عنها أو مهملة كتنتج أطفال اللي كيعاودوا يعيشوا الفقر، كيتحرموا من التدرس، كيتحرموا من التصدير، فكتنولي واحد دائرة كنولي واحد دائرة لا تنتهي، وبالتالي